الصحية وعن أضرار العادة السرية للبنات. والله أنا لقيت حد من البيت بيعمل كده ودخلت الأوضة عليه فجأة ولقيت فيديو جديد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة فيديو عن حاجة طلبت مني كتير، وبصراحة ما كانش ينفع ما اتكلمش عنها الفترة دي، خصوصا ان احنا في اجازة وخلاص وقت الفراغ هيبدأ يملى حياتنا. فقبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك تحت الفيديو وسبسكرايب للقناة لأول مرة تشوف القناة بتاعتي، ويلا حضري المشروب بتاعك علشان نبتدي. يلا. العادة السرية عند البنات، في كومنت جالي، طبعا هو موجود دلوقتي، فانا هنطلع لكم نسخة من الكومنت بدون اسم، وهمشي للكومنت بعد كده عشان ما حدش يضايق صاحبة الكومنت. الكومنت يا جماعة خضني جدا، العادة السرية وفقدان غشاء البقارة، وانا خايفة ومرعوبة، وكلام بجد يعني كلامي يرعبني عليكي ويرعبني على كل البنات اللي بتشوف الفيديو بتاع النهاردة. معنى انك فتحتي فيديو النهاردة ان انت بتعاني من المشكلة دي، او ان انت داخلة عليها وخايفة منها. فالعادة السرية عند البنات، بصي كلنا بنغلط، دي غلطة، كلنا بنغلط، وانت مش فاهمة جسمك. يعني انا هحاول افهمك جسمك او حاجات من جسمك في الفيديو ده. فالانسان لما مش فاهم حاجة بيغلط فيها، فانت مش فاهمة جسمك. احنا جسمنا عبارة عن دم وجلد ولحم وروح وكل الحاجات دي. ففي نفس بقى أمارة بالسوء، مش كده؟ النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتجرنا لحاجات كتير وحشة، عدم صلاة، عدم تقرب لربنا سبحانه وتعالى، مشاهدة أفلام إباحية، عادة سرية، حاجات كتيرة جدا جدا احنا بنشوفها وبنعملها حرفيا في حياتنا ومش عارفين نتخلص منها، خصوصا الناس اللي أدمنت اوريدي الحاجة دي. فانت لازم تفهمي ان كلنا بنغلط، وان دي شيء طبيعي ان احنا نغلط، محدش في الدنيا ما بيغلطش. ما تقعديش تجلدي نفسك قوي علشان تقدري تغيري فعلا من نفسك وتقدري تتخلصي من العاده السيئه جدا جدا دي. فمبدئيا كل اللي عايزه اقول لك عليه، استغفري ربنا كده دلوقتي معايا في الفيديو، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي بينا نخش على الخطوات بجد حرفيا. لو جبتي ورقه وقلم دلوقتي، ومن فضلك وبطلب منك تجيبي ورقه وقلم دلوقتي وتقعدي معايا قدام الفيديو تكتبي كل الخطوات اللي هقول لك عليها علشان ترجعي لها بعد ما تخلصي الفيديو. يلا. خليكي واثقه في نفسك، خليكي واثقه في ربنا سبحانه وتعالى، خليكي واثقه انك هتقدري. ما تقوليش لا انا مش هقدر، انا اتعودت على الموضوع ده، انا خلاص ادمنته، انا مش عارفه اعمل ايه، كل الكلام ده كده. اعملي كده، طيريه خالص من دماغك، ما تحطوش في دماغك وما تفكريش فيه كتير، لان انت كده بتصدري اشارات لمخك ان انت فعلا مش تعرفي، وان انت فعلا مش قدرتي تخلصي من حاجه زي كده، وان انت فعلا تفضلي طول حياتك في كده. فده طبعا استحاله استحاله. احنا عايزين نبتدي مع بعض جدول جدي نتخلص منه، من اي عاده سيئه احنا بنعملها في حياتنا، والعاده السريه بالاخص. انا بتكلم عن العاده السريه للبنات، والفيديو ده للبنات فقط بقى. فمبدئيا كده انتي لازم تجيبي، لما هتجيبي ورقه وقلم، اوكي، اول حاجه تكتبيها ايه اللي وصلك لكده. اقعدي مع نفسك فكري ايه اللي وصلك لكده، ايه اللي وصلك انك تعملي عاده سريه، شفتي ايه، فكرتي في ايه، حد اتكلم معاكي في ايه، ومين الحد ده. بصي فصصي الموضوع في السؤال ده قوي، يعني فصصي جدا جدا مين اللي وصلك او ايه اللي وصلك للحاجه دي. تمام، ابدأي بقى. خلاص كتبنا، ابدأي بقى هاتيهم واشتغلي عليهم. والله انا بشوف افلام اباحية، والله انا صاحبتي اتكلمت معايا في الحاجة دي، والله انا سمعت اخويا بيتكلم مع حد في الحاجة دي مثلا، والله انا لقيت حد من البيت بيعمل كده ودخلت الأوضة عليه فجأة ولقيته كده. ايا يكن ايه هو، فانا عايزاكي تبدأي ان انتي يعني بلاش بقى ايه موضوع ان انا خايفة اقول لحد، خايفة اكلم حد. انتي قولي، مش تقولي لحد، يعني انتي اوريدي مش تقولي لحد، وهتقولي لمامتك وهتقولي لباباكي وهتقولي لحد من اخواتك ولا حد من صحابك ولا اي حاجة عن الموضوع ده خالص. تكلميش حد ملوش لازمة، ملوش لازمة تعرفي حد حاجة زي كده. تمام، انتي تحليها مع نفسك، فملوش لازمة ان حد يعرف عنك حاجة سيئة زي كده. اتفقنا؟
ضروري جدا تبدأي تتجنبي كل الافلام والمشاهد الاباحيه اللي انت بتتفرجي عليها، وتبداي تخرجي من كل القنوات اللي انت اوريدي بتعرفيها او مشتركه فيها، او احذفي الحساب بتاعك ده من على اليوتيوب او انستجرام او اي موقع بيصدر لك او بيديكي الحاجات دي او بيبعت لك ليها اشعارات. اتفقنا؟ ابعدي عن كل ده وتجنبيه بشكل مفاجئ. مش هقول لك خديها بالتدريج، لا مفيش تدريج، لان الحاجه دي انت عارفه كويس قوي انها حرام، وعارفه ان هي محرمه عند ربنا سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر خلق فيهم سنة الزواج، الزواج الحاجة الحلال ما بين الرجل والست، مش ما بين الشخص ونفس، يعني مش ما بين الست والست، مش ما بين الرجل والرجل، مش ما بينك انت ونفسك خالص. اوكي فهماني؟ فانت لازم تبقي انت عارفة انك هتتمني عن الحاجات دي بشكل مباشر، تمام؟ فضروري جدا انك تبعدي عن كل المواقع وكل الحاجات اللي بتبدأ تصدر لك معلومات وحاجات عن الموضوع ده. كمان حاجة مهمة جدا، وهي ان انت هتجيبي جوجل وتبدأي تخشي تكتبي اضرار العادة السرية للبنات، وانا سايبة لكم اوريدي في التعليق المثبت وفي صندوق الوصف مقال بيتكلم عن العادة السرية وعن اضرار العادة السرية للبنات. اضرارها كتير جدا على الصحة، غير ان ربنا سبحانه وتعالى غير راضي عن الفعل اللي انت بتعمليه. اتفقنا؟ اضرارها زي هيجيلك تبول لا ارادي، مش هتعرفي تخلفي، مش هتعرفي تكوني زوجة سعيدة مع زوجك لما تتجوزي، حاجات كتير كتير جدا جدا جدا. انت بتضعفي جدار الرحم، بتضعفي الرحم من جوه، بتضعفي الرحم اللي هو خارج منه. زي مثلا بصوا ده كلام علمي، فانا يعني انا هكلمكم كلام علمي، ما بتكلمش بهزار، ما بتكلمش بحاجه تتكسفي منها، ما بتكلمش بحاجات دي كلها. في العضو بتاع المراه في منه جزء بارز وفي منه جزء داخلي، تمام؟ والجزء الاكبر هو الداخلي، هو البويضات والرحم والكلام دي كلها اللي كان لازم يكون جوه، لان لما بتتجوزي وبتحملي البيبي بيبقى قاعد جوه الرحم وبيكبر مع جوه الرحم، ورحم سبحانه وتعالى ربنا خلقه ان هو يكبر بالبيبي علشان يحميه من اي جهاز خارجي، من الاكل، من الميه، من الشرب، الحاجات كل الحاجات اللي ممكن تقع عليه وهو جوه بطنك. الحاجه اللي خارجيه والديت اللي دايما بتعمل لنا إثارة غير شرعية، انت بتعمل نفسك إثارة غير شرعية. اول الرحم بيبقى فيه حاجة اسمها الشفرتين، تمام؟ جوه الشفرتين، يعني مثلا لو هم دول الشفرتين، جوه الشفرتين في جلدة، الجلدة البارزة دي اسمها البذر. اتفقنا؟ بعدين فتحة المية، بعدين فتحة المهبل، بعدين من بقى من ورا اللي فتحة الشراك. اتفقنا؟ فانتي لازم تبقي انتي فاهمه عضوك ولا فاهمه جسمك. جسمك لما بيجي يطلب منك حاجه زي كده بيطلب منك حاجه زي كده ليه؟ هو من نفسه؟ لا طبعا، من دماغك، من مخك. انتي بتقعدي تتفرجي على حاجه زي كده، انتي بتقعدي مثلا شفتي مشهد في التلفزيون، حد بيبوس حد، حد بيحضن حد، مشاهد الزباله اللي احنا بنشوفها في افلام، حتى في ديزني، افلام ديزني ليا، افلام الكرتون بنشوف فيها البلاوي سرقتي برضو. فبتلاقي نفسك بتفكري، فبتتخيلي، فبتبدأي ان انت تعملي زي ما هو جسمك طالب، زي ما عقلك طالب منك انك تعملي مع جسمك. فده اللي بيحصل، فده احنا مش عايزينه. فرجش على اي حاجة من الحاجات دي. اول ما تيجي حاجة زي كده قدامك استغفري ربك وقومي توضي، قومي توضي، حتى لو مش هتصلي، حتى لو ده مش وقت صلي اقصد، قومي توضي وصلي ولو ركعة واحدة تدعي فيها من قلبك وتجهدي فيها نفسك انت تنعي كل اللي انت اتفرجتي عليه، وانك مش هتعمليه تاني ابدا ومش هيحصل اصلا. فدي نقطة مهمة جدا، وزي ما قلت لكم انا سايب لكم مقال بيتكلم عن اضرار العادة السرية في صندوق الوصف تعليق مساعد. ايه اللي بيجهد جسمك وبيخليكي اذا ما بيقول الجسم السليم في العقل السليم، والعقل السليم في الجسم السليم؟ الرياضة، اشتغل على نفسك، تنزلي تلعبي رياضة. احنا خدنا الاجازة، كل الدول العربية اخدت اجازة، الاجازة الكبيرة هتخلص وقت ما تخلص كل واحد حسب مدرسته، ولكن انت اخدت الاجازه، انزلي العبي رياضه، انزلي اجري كل يوم الصبح، اجري في البيت، نطي الحبل في البيت لو مش عارفه تنزلي، انزلي اشتركي في جيم، العبي رياضه. الرياضه يا جماعه بجد هتخليكي واحده تانية،
هتخليكي واحدة تانية بمعنى الكلمة، هتخليكي مهتم اكتر بانك تغذي جسمك وتغذي عقلك وتلعبي رياضه وتشوفي شيب جسمك شكله بقى كويس، تعرفي تلبسي اللي انت عايزاه شكلك يبقى حلو، الناس كل تقول لك ما شاء الله شكلك بقى حلو قوي، كل الكلام ده الرياضه، وربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على الرياضه. ليه؟ لانك انت مهتميه بصحتك وبجسمك، هيكافئك انك تقعدي تقراي، اقراي، اشغلي وقتك بالقراءه وبالرياضه، اشغلي وقتك بكل الحاجات دي، اشغلي وقتك بالحاجة اللي فعلا هتقدر تخليكي مبسوطة بدون اي حاجة حرام. اخرجي اخرجي، انزلي تفسحي واخرجي وشوفي اماكن جديدة، كل الحاجات دي تخليكي تبعدي فكرك عن كل الحاجات الشرانية اللي احنا اللي انت بتحطيها في دماغك وقتها، وتبقي خلاص انا قايمة اقيم هذا الذنب، وبتبقي عارفة انه ذنب وبنقوم نعمله. لا، هنقوم بدل ما نعمل ذنب نقوم نقرا، نخش التويلت نتوضى، نيجي نصلي، نحط برفان على سجادة الصلاة، نحط برفان على هدومنا في الدولاب. اشغلي وقتك بأي حاجة وقتها على نفسك، بمعنى أصح اشتغلي انك تصلي كتير وتصلي الصلاة عشان تلهيكي وتجهدك اكتر، فتخلي جسمك مجهد، تخلي عقلك مجهد، مش قادر حتى يفكر في حاجة وحشة. سن السنن، اشتغلي على نفسك في قراءة القرآن، كل ما تشوفي حاجة زي كده استغفري ربك، استغفري كتير قوي قوي واطلبي التوبة من عند ربنا، طوبي الى الله، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم وهيقبل منك التوبة، صدقيني مش هي مش هي مش هيردك، مش هيرد حبايبي، رد ربنا سبحانه وتعالى ما بيردش حد عند بابه، فربنا مش هيردك، بالعكس ربنا هياخدك وهيلقاكي وهيقبل منك توبتك. اتفقنا؟ طيب، غشاء البكارة، انا خايفة على غشاء البكارة، انا ما بنامش الليل، انا مرهوبة، انا مش عارفة اعمل ايه. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش على غشاء البكارة، الا اذا دخلتي شيء صلب جوه الرحم. كافي قوي بقى لو دخلتي شيء صلب جوه المكان جوه الرحم، خافي لو اي حاجة ايدك دخلت في المكان ده، حاجة اي حاجة دخلت، خافي بقى وقتها. ليه؟ وهرجع اقولك غشاء البكارة ما بيتفضش بسهولة، وغشاء البكارة ليه مواصفات، وغشاء البكارة مش بيدل على عذريتك. ايوه والله، بس مش معنى كده ان انت تعمل اللي انت عايزاه وان انت تقولي خلاص بقى ما هو محدش هيعرف، لا ربنا عارف حضرتك وحاجات كتيرة قوي، اذا اللي انت بتعمله اصلا بيفقدك عذريتك بيفقدك العذرية مش عارفة اوصفها لك ازاي، بس انت ما تعمليش الحاجة دي، انسيها. تمام؟ لو خلاص الموضوع بالنسبة لك بقى فيه وسوسة رهيبة، اتعدي على دكتور نفسي، روح لدكتور نفسي احكي له اللي بيحصل معاكي واحكي له اللي حصل وهو هيساعدك اكتر. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبك ويكون استفدتي منه، ارجوكم شيروا الفيديو ده لكل الجروبات بتاعتكم وكل اصحابكم البنات علشان كل واحدة تاخد بالها من نفسها. طوبي الى الله، ربنا الكريم سبحانه وتعالى تواب الرحيم، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، باي باي.